اليوم الثلاثاء 24 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، أسجل هذه الكلمة ولنا 5791 شهيدا، ثلثاهم أطفال ونساء، وفينا 3 أضعافهم جرحى. وقد قطع العدو عن غزة الماء والغذاء والدواء والوقود، وبين تسجيل هذه الكلمة ونشرها قد يتغير العدد. والناس ليسوا أعدادا بل أسماء ووجوه، والموت حين يأتي على هذه الهيئة يطرح على من يبقى حيا منا سؤالا: ما عذرنا في البقاء أحياء؟ وماذا يريد منا أحبابنا الذين مضوا وتركونا وراءهم؟ هل نكف عن المقاومة راجين أن يكف العدو مختارا عن القتل، أم نواصل حتى ندرك ثاراتهم فيكف العدو عن القتل مجبرا؟ ومن يعرف وجوه أحبابه عليها الدم والغبار، أو عليها حزن يشبه الدم والغبار، يعرف إجاباتهم. متى كف العدو عن قتلنا باختياره؟ وهل كنا آذيناه في شيء حين جاء يقتلنا مما وراء البحر قديما؟ وهل كف عن قتلنا منذ جاء؟ نحن أبناء آبائنا، نعرف أنسابنا في وجوهنا وإن علاها الدم والغبار، ولا نأخذ العزاء إلا بعد أن ندرك الثأر. يا أهلنا في غزة، وإنما ترونه من شراسة العدو ضعف وخوف. العدو محتمن بالسماء لأنه خائف من الأرض، ولم يزل يتسول الجيوش تسولا، فيطلب حاملات الطائرات في البحر والذخائر محمولة في الطائرات إليه، ويحضر المؤتمرات طالبا من حلفائه أن يقترحوا إرسال قوات دولية تدخل بلادنا بدلا منه، فلا يجد استجابة من أحد. فلا عاقل على وجه الأرض يود أن يواجه مدينة فيها كل هذا الألم. ولست هنا في وارد الإنشاء، بل كلامي اجتهاد في تحليل عسكري وسياسي محض. يا أهلنا في غزة، لقد اختارت المقاومة موعد هذه الحرب، وهي لم تختره جزافا. أولا، نشبت هذه الجولة وحكومة العدو في حال هشاشة سياسية، ورئيسها متهم بالفساد، ثم أصبح بعد نشوبها متهما بالتقصير، وقد أربكته المقاومة. ورغبته في أن يبدو شديدا أمام ناخبيه الذين يرونه ضعيفا دفعته إلى الإعلان عن أهداف قصوى لهذه الحرب، يعرف أنه لا يقدر عليها من الجو، ويشك في أنه يقدر عليها حتى بهجوم بري. وما ترونه من إطالة الحرب الجوية ليس إلا علامة على تردده ذاك، وقد عزز تردده تقارير حلفائه من الدول الكبرى أنه إن نزل إلى الأرض فسيهزم. ومع ذلك، فإن ضعفه الذي دفعه للإعلان عن أهداف مستحيلة للحرب سيدفعه إلى النزول إلى الأرض، ورغبته في ستر ضعفه الأول تورطه في ضعفه الثاني. ثانيا، لقد حشد العدو قواته كلها، وإن قوام قوات العدو العاملة 250,000، وقد استدعى العدو قواته الاحتياطية وقوامها 350,000، فقد جمع بذلك جيشه كله 600,000 جندي من مجتمع عدده قرابة 6 ملايين، أي جمع 10% من ناسه كلهم. فلو أرادت الولايات المتحدة مثلا أن تحشد نسبة مماثلة في حرب ما، لكان عليها أن تحشد جيشا من 33 مليون، وهو ضعف عدد القوات الأمريكية التي حاربت في الحرب العالمية الثانية على مدى 6 سنوات، واثنى عشر ضعفا إذا عددت متوسط القوات الأمريكية المقاتلة في أي سنة من سنوات تلك الحرب. أعني أن الدول لا تحشد هذه النسبة من شعوبها في الحروب، لأن الحرب إذا امتدت وكل هذه النسبة على الجبهة فسيخرب اقتصادها وسياستها، وتقف كل مظاهر الحياة فيها، وهذا ما ترونه أمامكم اليوم. والعدو لم ينزل إلى الأرض بعد، فما بالكم إذا نزل وتلقته المقاومة بما يليق بمثله من واجبات الضيافة. ثالثا، نشبت هذه الحرب وفي الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية مئات الآلاف من القوات الفدائية الموالية للمقاومة وحلفائها، فالعدو يتردد في الاشتباك البري لأنه يعلم أنه إذا فعل سيضطر لتقسيم قواته على الجبهتين، وإن لم يفعل فسيرجع بالهزيمة أيضا، لأنه لا يمكنه أن يستمر في الحشد بلا قتال مدة طويلة. فإن أقدم وهو الجبان واتسعت رقعة الصراع فستنفتح تلك الجبهة الشمالية، وسيستحيل على أي حكومة في تل أبيب أن تحكم، وستدور المعارك في شوارع حيفا وعكا ويافا، وحتى في المستوطنة التي يسمونها تل أبيب.
رابعا نشبت الحرب وحلفاء العدو مشغولون عنه، فكما أنه يواجه حربا متعددة الجبهات في فلسطين والإقليم، فإن حلفاءه يواجهون حربا متعددة الجبهات في الإقليم والعالم، وإن الدول التي تحالفت مع العدو في هذا الحرب ليست في وارد الاحتلال البري لبلادنا، فقد جربت ذلك في أفغانستان والعراق وخرجت متعلقة بأذيال المروحيات من أسطح سفاراتها وبعضها على أبواب الانتخابات، وناخبوها مهتمون بالتضخم والاقتصاد لا بالمحاولات الفاشلة لاحتلال البلاد. فستقتصر مساعدتها للعدو على إمداده بالذخيرة، وهي تمد الأوكرانيين بها كذلك، فكلما دعمت جبهة أضعفت أخرى، فلن يكون إمدادها له بلا حدود. هذا وقد أدى اندفاع حكومات الدول الغربية لمحالفة العدو إلى ميل الدول الشرقية روسيا والصين إلينا، فلروسيا مصلحة مباشرة في تشتيت القدرات العسكرية للحلف الغربي الذي يواجهها في أوكرانيا، وللصين مصلحة في أن يؤخر انشغال الغرب بالشرق الأوسط وشرق أوروبا انشغاله الوشيك بشرق آسيا. خامسا، إن حلفكم حلف فدائيين، يتمنى كل منهم أن يفدي أخاه بنفسه. يواجه حلف دول لا تريد جيوشها أن تحارب، بل البعيد منها يخشى الاقتراب، والذي في الجو منها يخشى النزول إلى الأرض، والمدرع المدجج منها يتسول المدد خوفا من مقاتلين لا يكادون يملكون الخبز والماء ثم هم يغلبونه. وإن مدد فدائيكم لا ينفد من بحر قزوين إلى البحر المتوسط. فدائيون مهما كثروا قطرات من بحر فيه نصف المليار من العرب ومليارين من المسلمين، فنحن نقدر أن نستمر في الحرب سنوات وسنوات. أما العدو فقد حشد كل ما لديه، إن طالت به الحرب لم يبق له سلم، وإن خسر جنديا فلا قبل له بتعويضه. هذا وإن الخوف سلعة لا نملك ثمنها، أما العدو فعنده منها ما شاء الله. خيارنا منذ 75 سنة إما أن نقاتل في بلادنا أو أن نقتل في المخيمات. أما عدونا فعليه أن يختار بين هذه الحرب التي ستمتد بطول فلسطين وعرضها، بل بطول الإقليم وعرضه، وبين ملاهي العالم ومصايفه ومشاتيه وراء البحر الذي رمانا به، لا يحتاج جوازه إلى تأشيرة ولا ينقصه ثمن تذكرة الطيران. يا أهلنا، إنني على الرغم من كل هذا الألم لا أرى بابا تدخل منه الهزيمة، إلا أن يقبل من لم يتعلم من الماضي البعيد والقريب بنصف نصر، ونصف النصر هزيمة كاملة. إن كان العدو حكيما وهو ليس بحكيم، فعليه أن يكف عن الحرب فورا بلا قيد ولا شرط، حتى وإن انتهى رئيس وزرائه في السجن، ولا أظنه يفعل. فإن استمر فهذه حرب تحريرها كلها حقا وصدقا، هذه هي الحرب التي كانت كل حرب سابقة عليها طريقا تؤدي إليها، هذا ثأر أبي وأبيك وآبائنا جميعا، هذه الحرب التي انتظرها من دمروا قريته قبل 75 سنة وعاش عمره في المخيمات وتحت سقوف الصفيح، هذه حربه ليسترد حقه ويدرك ثأره. وأكرر، إن لم يخذل بعضنا بعضا فإن نظام الفصل العنصري في تل أبيب ساقط عن قريب. يا أهلنا، أدري أن الغبار كثيف، لكن حدقوا في أيديكم، سترون نصركم فيها مكتوبا كخطوط الكف، ليس بيننا وبين إلا أن نحسن القراءة. هذا وإن تحريرها كلها ممكن، وإن تحريرها كلها قد بدأ، والله على ما أقول شهيد.